اسمه هو شنان وسدر شنان شنان حامضة نبتة حامضة يغسلون فيها الصوف مثل الصابون هي وبدأتين بالأرض الصبخة صبخة عارف الصبخة؟ لا الصبخة اللي تحفظ الماء أوكي وتنبت فيها نبتات بسيطة من هو واجب ما تغسلينها تحتنا بماء يغلي ولا بس ماء؟ لا ماء عادي ماء عادي اي حق اسمه هو الوجه هذا قصول وبعدين يا ولد لا تطلعوا مني بس مثلا اول شيء غسل الماء اول ما شيء منه الوسخ اها عارفين القرد؟ عارف القرد؟ اي ما ادري شايف عارفينه؟ عارفه اي هذا يصير هذا ما نغسله كله الصوف يتنقى اول شيء ينقيه شنو الدمن من الغنم ايه الدمن هذا يمسك بالصوف ومع الوقت يصير كور اوكي كذا يقول عنه قلب شيء قلب يدور يصير يدور يصير لاصق فيه يعني لاصق بس ما توسخ قويه حتى لو غسلتيه توسخ الصوف وتغير لونه فحنا ننقي مثل التصفيه نسويها هذا نشيله ونقطه الشلان تمسكين الجزة الحين جزيناها لا جزينا الجزة شدوها جبرنا الرعيان مشدودة القصاص عقب ما جينا احنا نشد لها شدة معينة خاصة حلو يحطون الشريل بالظهر وهي بطونة ويشدون عقدة ما تنفك تجي لراعية البيت تفك العقدة وتقلق الشلان الشريل هذا ينقص الروح وتشيل منها القرق اللي كورب هذا مدورة تقلقه ما ينقصل مع الصوف إذا تسلسة وصخ صوف عشان ما يصير مو ريحة ويصير مو اللي تشتغل هالشكل يطلع ما يصير حتى عدته علشان اللون انتي ما تبين عشان اللون يمسك فيه صح؟ اي الحين هذا يمكن يكفي كافي ولا كله دوار صغار ها؟ كافي اي كافي اقطع هالشكل وامسك اربطها عشان ما تنفل عشان ما تشوفينها عشان تصير سهل زين هذه مني بعضهم يربطها مني بعضهم ما يربطها بس انا افضل ان انا اربطها واحده كافيه خلاص الحين هذه بديش خلصت عشان الناس جت ما تلحق عليك كله تسوي هالسيت ايوه اربطها تصيرها اشوفها هذه شفتي؟ اها لا صار هالشكل وصار كثيرات تبغى نسوي اكثر من وحده بعد ولا كافي هذه؟ خلنا نسوي وحده ثانيه شوف اذا شو الكميه شلون نستخدمها ولا هذا كفايه كافي ولا خلاص نسوي على هذا اي راح نروح الحين تبغى نصفق ولا تبغى نصفق ولا نسوي هذا؟ على راحتك على راحتك انت شو تشوفين احسن؟ على ما يسخن البش ولا اذا خلاص على ما يسخن على ما يسخن نكون احنا طبعاً هذه شو اسمها عصارة حبة بس هذه شكلها أنا عندي سؤال لما تحطين هذولي هالشين تحطينهم تربطينهم وشدين عليهم حيل ولا تراخي عادي راخي لا لا هو مشدود ولا هو راخي يعني يعني متوسط مرتاح وفي مرتاح في حسبة وفي حسبة حق كل واحدة اي هذا مثلا تخليه اربعة تحطين اربعة من هذا تحطين اربعة ايه؟ تحطين ستة ستة اما اذا ما مسند لا خليه هنا اربعة اذا ستة عشان الراس ياخذ هنا الراس ياخذ او خشاب يسمونه خشاب احنا نقول الراس انزين الراس هذا الحفة المخدة شايفينها ايوه تسوينها اكثر عشان تاخذ نحط ستة عشان لما تلفين اي تعال شوف ها وحط لها عاد الاقطار اللي هذه لا اسحاح ما فيها شيء طيب هذه ساده على الوقت وبعدين هذه قطن صح؟ هذا قطن لازم قطن هذه واللحمه قطن لازم اللحمه اللي هي اللي تشبه الشيء
وهني هذا الشيء اللي كل خيط فيها يعني شو ما تبتدي هذا هو هاي المساج المنسجة هذا الميشك الميشك هو اللحمة الحين يقول لا ترى شو واحد قاعد يسوي يعدل علينا بس الزور ولا شيء يقول كلكم تصيرون لحمة واحدة شنو يقصد باللحمة لحمة من اللحمة الخيوط اللي جاي بالطول وهذه اللحمة هي اللي تمسكها يعني اللحمة هذه هي اللي تمسك الغزل بدل ما يقولش خليكم يد واحدة لحمة واحدة هذه اللحمة يقصدون به ترى الغزل شو اسمه لحمة الغزل عشان واحدة تشد واحدة الحين هذا هذه قلت لكم هذه نيرة وهذه حفة وهذه منشح وهذا المساج بقيت المهرات من هنا عندي ما أنا نسيت ما جبت قرن الغزال معي شنو بحتاجه؟ لا لا هذه وين؟ لا هذه وحدة الحين أرفع هذا الغزل نكتب بسم الله هذه عشان يلبق ويصير كرب يعني يابس اذا حطيت صوف يصير طري هذه القطن يبس القزل خليه واقف مع المنساج مع هذا يبس الحين ايش قاعد تسوين الحين رفعت رافع ارفع باليمين ترفعين الطبقه اللي فوق اللي فوق اللي فوق اللي فوق شفت المسار كذا اخطاها لي تبين تستخدمين هذه ولا واحدة ثانية ولا والله لأن فيها أخطاء تطلع مني عدل التصوير ترى شوفي فتح مني هذه فيها أخطاء واجد تبين تفعلين بدلها بدل الأشياء لأن خلص بس حامز ورافع وبدل خلاص إن شاء الله هذه دخلت عقبته لا عقبته حطها بهذا هني هذه وقبل الجدات الله يرحمهم حط لنا بالبهام حط لنا بالبهام بس هالحين خليها هذا وارفع هذا ابعدها وراء لا بعدتها همست هذه ايدي هذه تهمس همست دخلت هذه هذه وهذا عليكم انت نزلتيني اي نزلته جبت النفس اسحب هذه الحين أنا أسحب هذا وأجيب الحفة وأرفع ثاني مرة سويتها مرة ثانية الحين ودائما تستخدمين اللي فوق مو الخط اللي الخيط اللي تحت لا مرة أنا رفعت مرة بس أنتي ما انتبهتي أنتي ما انتبهتي تبهي بها أردها لك مرة ثانية الله أفضل همزتها همزتها ضربتها حلو انها مكروبه ما تشوف ما هي مبينه لما نرفع شوي الحين عقبت هذه هذه ربطتها الحين ارفع ثاني مره ارفع بيدي اليمين وهذه اليسار نقدر نستغني عنها هذه ترى لا يقطع معك البريان تنزلينها تحت
خلاص كش تعمل فيها بس تكرمين. شرحتي لهم الادوات؟ الادوات بس اي بس السدو يعني معنى سدي سدو انت ما عرفتوا شنو يعني سدو. سدو يعني مثل ما تقولين سدى البعير او سدى الجمل سدى وراح بعيد. شفنا الفوق تعرفون الفوق اللي الخط هذا اي لا راح ابعد سدى سدى الجمل على يدل على انه بعيد وحنا هذا السدو ما هو الكبر السدو اللي يصير بعيد طويل يطلع برا بيت الشعر حيل يعني يجي 13 14 متر وعلى طوله يسوي سموا الناس السدي على انه على طول انه مسدد مسدد مثل سدى الجمل سدى عشان سدى مثل سدى الجمل يعني يدل على طوله ونحط هناك شات احنا السدي السدي نحط له هناك شات الضلع العوينه العويرجانه المضخر والشجره والحبيبه وكل النكشات اللي تبيها بعدها بيت تحطها فيها. ليش كانوا يستخدمون الاحمر؟ ايش معنى الاحمر؟ قوه يدل على انها ما فيها النوير بلبر يطلع لهم النوير والورد كله. والنار لا شبت يطلع حمر والشمس لا طلعت الضحى تصير لونها قبل ما تشرق تصير حمراء او برتقاليه. هاي يخذن منها منها من اللي يشوفنا يعني ما جابها من مخه من اللي يشوفنا معاهم. بلبر الاحمر يرمز لا يرمز القوة اي يرمز القوة بعض يعني قبائل يحطون الراية حمراء دل القوة كذا يعني قبيلة يحطون احمر ومن بينها علم الكويت كان لونه حمر دل القوة يعني حتى لو تلاحظين علم الكويت الاول كله حمر اي هذا هو يدل على ان احنا اللي حاطين الراية هم ما في ما وراهم يعني هل هو احمر عالدم يعني قوي اي لا يدل على اهل اللي حاطين الراية يعني حمر يعني ما ابعد عن وجهه اي يعني قوي حيل ويحطون في بعض النكشات الحين مثل عنده بعرين وموسمهن بوسم معين باسم يحطون الحين تحط الوسم على على السدو على السدو اي ويحطون نكشات الذهب ودق الذهب كله يحطونه فيه اي واللي تبين المساند لا يعني طرحهن غير المساند مضخر بوجه المساعد اللي تشوفونه. اي مضخر. اي اللي تبي كلش ها تبي شجره تحط شجره ولا المعروف ومتعرف عليه انه مضخر ورجعنا المساعد. اي مساعد مضخر ورجعنا. فعلى حسب الشيء اللي قاعد يسوونه يختارون النكشات. اي فشنو بعد في اشياء غير مثلا؟ يعني فيه الخروج يعني الانتاج انتاج السدو ينتجون منها الخروج والمزاود في مزاود للراعي في مزاود للحرمه يعني الحرمه الحين صار عيد. وعندها شنو تحطوها الثوب الجديد أيه. مزوده هذه خاصه لها هذه مثل الشنطه اللي تقولين عنها ما اعرف اي لا بتزينها حيل
حيل تزينها والعلاقات هذه مالت العيد. اي مالت العيد هذه انت ما عرفيها عقب ما طلع ملا منها الحنه والدراعها الجديده وكل شيء. شو تسوي؟ اذا بغوا يشيلون تخليها اخر شيء وتعلقها على البعيد. يعني شوفت ترى هذا شغله عاد عشان يحتر منها الحريم اللي معها يطلع اللي مسويه نكشه مو عدله واللي عشان يعني اللي يشوفها زوجة تمارا في قدام زوجها ان هذا شغله حلو يعني جيده. ايوه حيل يحصل انها يسوون مزاوده ان حيل حلوه ويستخدمونها بس حق اغراض العيد. هي مثلا انت جنطتك الخاصه مو تحطينها اغراضك تحطينها بشيء صح اللي تعزين وذهبك مو تحطينها بشيء حلو المدينه عندهم صندوق اي مبين احنا هذا بالبدوله مزوده بس مزوده بالحمص غير وتخشها ما حد يشوفها ترى ما متى تطلعها بالعيد وتطلعها لبغوا يشيلوه ولا هي داستها ولفتها بهالدثاير ومدثرتها على حد يشوف بس طلعها قدام الذود والناس اني تراها شغله هذا ترى مو زين. والله لا مزودته عاديه ابيض واسود ويعني اكثر الغالب عليها الضلعه والعوينه مسكين يعني ما يهتمون في حيل بهذا لانه بعد ما يحط هي بعد قاصده انا ما تحط الوان لانه يحط فيها خبزه ما تبي هي تصبغ عليها ويحط تمرته فيها عشان الاكل ما يتلون يعني خاصه اذا مطرت الدنيا وهذا اي هم بعدهم فيها شوي عرفه فهم. وعندك الوبر لا يا اخي عاد يسوون منه حبال للبيت ويسوون منه عقل قبل عقل بيض شفتي الوبر قبل عقلهم بيض ما هي سوداء بيض لو تردين قبل من اجدادك القدم عقلهم ابيض لو تشوفين في لو تشوفين صور بعد قديمه حي تشوفين عقل ابيض هذا وبر ترى مو هو قطع هذا وبر بس من الوضح من شنو الوضحه يعني الناقه الوضحه البيضه ويسوون منها عقل ويسوون منها خروج للجمل ويسوون منها خدود حق مثل تبينها بصاق هي عاد للبيت ولا وعندك المعزه هذه في معزه بس مو اي معزه اللي يسوون منها بيت الشعر المعزه اللي تيجي من ورا مثل الصوف بس مو هو صوف مو هو المعزه اللي مسبسب شعرها اي لا في معزه خاصه ياخذون منها عشان يسوون بيت الشعر اي عادي يغزل منها الحريم ويسوون لها الفجاج الفجاج ما لعب في بيت الشعر ليه؟ لان هذا الاخي طق المطر يدرس هذا الشعر مال المعزه يدرس ولا درس صك التحم لا صبيت عليه ما والله ما يطيح حمى يدرس حي صك فيستخدمون شعر المعزه ما يستخدمون الصوف الصوف لا يشرب الماء فهني ما يحقونه بس الصوف وبعدين الصوف يقول شي وخروج الوبر وخروج على الراس لا عورهم لانه حرارته مثل مو مثل حراره الصوف الصوف حار حيل ادفى لا الوبر لا يحتفظ درجه جسمك صح اي هاي زين للراس وجع الراس زين يقول لك اربط راسك بعقال اي تبون اسئله ثانيه ولا خلنا نسوي ثانيه شنو تبون هذه هذه ما قلت عليها هذه قلاده هذه مثل ما تقولين صمام امان يعني شلون اذا فلتت هذه لما هذه عندك ما يخرب شغلك وتشتغلين مره ثانيه هذه مثل صمام الامان النكشه هاي شلون تسوين هذه النكشه شو بيقول العمر هذه شنو الحين اللي مرفوع بالخيط الابيض وشنو اللي على العصر اللي العصر البني ها البني تحطي ترفعينه هذا كله وتنيرينه ابيض شوفين هذا منير كله بنيره واللي على القصة اللي على هذه القصة كله بني فتطلع نكشة الضلعة تطلع هذه نكشة الضلعة تطلع هذه الحين هذا الحين الابيض اللي جاي صح الحين شوفين شلون يطلع شو اسمه نرفع
الرافع يسمونه الرافع. الرافع اللي تحت ترفعينه. إيه اللي على العصا أرفع يسمونه الرافع. العصا ترفعينه. شوفي الحين هذا الأبيض شلون لو بغيت ترفع البني هذا شوف شلون يطلع. شوفي جاء البني. الحين هذا هو أبيض. الحين يقلب يصير الحين شوف 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 النفس شلون ها. شوفي قلبت صارت بني. هذا عشان ينشد. عشان إيه؟ عشان ينشد. الحين كله بني صار. الحين صار كله طلع منه بني. أها. شفتي؟ عشان تطلع النكش هذه مثل بني طلع هذا كله. كله يصير بني. الحين بنزل. شوفي شلون شو يصير. طلع لو بغيت أنزل همز. ها. الهمز هني طلع على بيض. شوف هو يطلع بروحه. هذه النكشة تطلع بروحها اسمها ظلعة. الحين انزل انا ها انزل هذه النكشة اللي من عند الظلعة طلع منه الابيض. شوفيها حتى هذا شوف يطلع بس هي لازم تحطي بالك ان هي بني ما تشيلينها تعدينهم يعني. لا ما هذه النكشة هي تطلع بروحها ما اعد شيء. هي النكشة هذه هي يعني تطلع بروحها. هذا اللي يقولون له مبتدئ ما تدخل انت ما تنقشين ولا تسوين شيء مبتدئ بس من خطوط او شيء خطوط ونقشات تطلع من النطو نفسه عرفتي هذه وكل النقشات هذولي وهذه تطلع من يعني من هذا المبتدئ يعني اكثر من نقشه تطلع كلها من المبتدئ ما تشتغلين فيها ما تلقطين اللقط هو اللي لا يكلف الورجان والمذخر هو اللي يكلف وشجره ودروس الخيل هذول اي هذول يكلف البشر. شوفي هذا طلعت الحين طلعت الحين الحين هذا ابيض الحين ينقلب يصير بني ايش ينقلب ها شوفين الحين هذا مو طلع ابيض وحطيت انا اللحمه شلون تربطينه؟ تحطينه دبل يعني عشر اثنين ما خيطين مع بعض خيطين وتروحين تلفين وتروحين مع خيطين اثنين. لا جيتي تبين تنيرين لو قعدتي تنيرين شو تسوين؟ اللي على العصا شوفي الغالية اللي على العصا شنو هذا؟ بني ها؟ واللي رافعته هو شو؟ الأبيض هذه تطلع نكشة تظل بس هذا تصوير واحد لا 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 حس السحر هني وهني شلون تسوي؟ هذا أنا قلت لك شغالة قلت لك إنها تربط هاي شلون تربط هذه؟ هذه تربطينها وشن هذه مثل العقدة واللي هي عقدة اي عقدة واللي هي عقدة اسحبها الحين انزل هامز قال له هامز هذا نزل هذا الحين سكر على البني ميرا تذكرين شيء؟ اي شوف الحين لا قرب هذا شو يسوون؟ يسمونها فن يسمونها فن النيرة تقول لا فنيتين النيرة يعني فنيتين اللي حركينها سن النيرة هذه فن الفن النيرة الفن النيرة اللي تحركينها من مكان يعني خلصتي صلتي قبل اي قربت يمها تقول ايش فن النيرة عندكم النيرة كانت ماخذة ورشة السدو بالصيف اي
مع مطير عيني. والله انت متى راح تعيدونها؟ والله السنة الحين قاعد نتكلم في برنامج بنسوي كأظن برنامج، فالمفروض انه وركنا لغرفة. اها. ايش كثر اللي لنا منيرة يعني؟ اسبوعين ثلاثة، ثلاثة أسابيع. ان شاء الله. ايه. وكم يصير؟ ما لها بد، عيد مزيد وعيد مزيد. ها. تبين أكمل بعد ولا؟ خلاص. بعد شوي. أنا عجبتني برا الصباغة. أي زمان خايفة طيارة تصفر. أي هذا الحين حطينا هالجدل. هذا خاص. هذا الجدل اللي هذا قديم المعدن هذا زين للصبغ. هذا. أي حيل حلو للصبغ. وإذا إذا أي ألمنيوم زين بس مثلا مو هذا شو اسمه هذا؟ صفر حنا. صفر؟ أي بس. وين نشتري؟ والله صفافير. صفافير؟ ما لا مثل هذا. والله لو تدق فعلا خلاص ما في والله بس نحاول نقرب شنو اقرب لي يعني لو باخذ لو بشتري انا الحين يعني جدر اي انه هذا هذا السعوديه صح هذا هذا والله ما يوجد انها الحين على شنو الموجود يعني احسن شيء يعني لو تستخدمين انت في البيت تستخدمين والله هو فافور ما في غيره هذا فافور فافور اي الالمنيوم ما بس هذا احسن هذا حيل يطلع الصبغ زين الصفر لأنه يتفاعل مع الملح اللي تحطه وها الشيء يتفاعل معه. هذا أظن أحيانا من السعودية. هذا يسمونه رافع. شوف الحين صار كله شلون ينفك؟ لأني أنا حاطه هني خط هذا. ليه اندمج كله؟ أنا حاطه هذا خط هذا شيء طبيعي إنه يندمج. بس هذا ليش ينفصل هذا ينفصل؟ لأن هني هني حاطه هبيض. عرفتي؟ احنا كلنا نتعلم فاحنا نبي نتعلم شلون نحط الخيط وشلون نسوي هذا اي تبين النيره ايه هذه ما اشتغل عرس مو قاعده كلهم ما تدري شلون الدوره مو انت تقولين هذا هذا الماضي انا بصراحه بتعلم انا والله هذا ترافيكم انا اقول انا واحده بتعلم شوفي الحين جاء اجنبي يبي يعرف شنو ترافيك كويت وشنو شنو اللي عندهم كويت من ترا يقولون هذا كان يعني شغل اجدادهم واهلهم الاول ترى هم يشتغلون هذا مثل صناعه السفن حمودي تراث صناعه السفن الحين يلا سوي دورتنا شهر 11 نستخدمها حق الشغل. الحين شوف الحين هو مو كله هذا. إيه. طلع هذا البني راح يطلع أبيض. بس همس شوف طلع لي المنير. شوفه. شوفين سكر. أنت لا اشتغلتي تستانسين فيه. وبعدين تردي مش مثل ما ادري احنا تكلمنا عن البوبر تكلمنا عن الشعر والصوف الصوف في جنوع ترى نقور وخشب النقور هو النعم اللي مثل الديباج اي هذا مو هو نقور لا مو نقور هذا شنو؟ هذا صوف عربي النقور تعرفين الديباج؟ لانها هي صوف عربي بس من تقولين ديباج النقور اي حلو اللي من اي اللي ما اللي حلو وهذا هني لما تصلين هني شلون تشتغلين اذا في شيء كذي اذا هذه تنزل تحت لا جي وصلتي عنده تنزلينها وهذا يصير هذا يصير يعني هذا يصير مترين هو مثل واحد اي واحد هذا النوع اللي تشوفينه صغير هذا يطلع لك مترين ما شاء الله اي فوق تحت يطلع لك مترين هاي لف هو اي في دوره ثانيه نسوي شوفي هذا نسوي لها دوره ثانيه حق اللف واو يعني يطلع لك مترين هذا ننزل تحت ايش كثر تطولين على ما تسوين قطعه بس هذا على حسب انك شدي بها تعبها بعد وعلى الاقل ما الطول انا يعني هل كانت هل عرض السماكة قصدي عملت عليها اي يعني صور لا كذي يعني؟ يعني شتي هذا يعني هقول هالكثر هالكثر كلها خلصتها يعني حلوة اسبوع بس هو عشانها مبتدئة بس اذا تعلمت وتمرست ساعة ما كان في نكشة اي بساعة
كانت بسد. وقبل ياخذون الصوف شو يسوون؟ تاخذوا الصوف جزه تاخذها معها مثل الصبح الساعه 4 هالعصر رادح معها نصر كور يعني تجي بكور يعني ما تجي عادي تجي تسابق فيها من هي اللي اكثر هذا السفيفة هذه مثل ما تقول سفيفة بيت شفت السفيفة يحطونها بالبيت يحطون عليها العمود هذه سفيفة بيت سفيفة بيت يعني الحين مثلا تسوي الكوشية المسنك تسوي السفيفة شذي بعدين لا اسويها على هالكبر هذا اوكي اي ذراع وشبر هذا يمكن تقريبا عرضها هو العرض يوجولي على الهب على ورش الناسجه يعني ما تقدر تمسك شيء اعرض من ورشها فالماكسيمم وبعدين تصيروا يلحقونهم اي شو يلحقونهم تلحقون ستيتشينج اوكي اي اوكي فيعني هذا هو لانه هو النول نفسه كله على ارض الورشة ما تقدر هي مثلا تروح هني وتتحرك يعني عرفت مو اللي هي قاعده على كرسي تراديشنال كبير وتقط يعني لا هو على الورش بس هذه كبيره اذا يبي يسوي لنا حريم يسوي لنا حريم اثنين يقعدين عليها حفلين واحده مني واحده مني جنب بعض ولا جنب بعض؟ جنب لا جنب بعض ولا تبون الحين نفس بقت اوريكم اوريكم الصبغه شلون او تبون تسالون بعد على هذا انت شفتوا الريتم يعني هو منها انت مو تطلعون تمسجون انت تشوفون شلون تخلوا الخيوط على بعض شلون يعني في اللي من الساعه السادة ما مهم عارفين شلون بس لما جو عند النكشه عرفوا شلون هذا شلون يطلعين والتخليل الخيوط هذا الابيض والله صراحه للحين يعني قاعد احاول يعني شفت الكنترول عرفت الكنترول هذه كنترول هذه كنترول شوف هذا مربط الحين هذا مربوط ابيض ابيض هذا كله ابيض شفت لاحظها هذا كله ابيض زين هذا اللي على العصاير شوف نوخر عنه هذا عشان انت تركز شنو مربوط العصاير هالحين اللي على العصا هذا كله بني اوكي واللي هني هذا مربوط كله ابيض اوكي فمرة لما ارفع انا هني ارفع يعطيني لون البني لما انزل البني ها يعطيني ابيض اوكي بالرفع وهذا هي اللي رفع ونزل يعطيك الالوان وهي النكشة عبارة واحدة واحدة مرة فوق مرة تحت مرة مو بس هذا وحتى العوينة بعد ترى حبة حبة العوينة العوينة والله يعلم كله هذه نكشة المساندة بالطرف شوف دائما يحطونها بالطرف زي هذه تبون شيء اسئله ثانيه تكون اسئله شباب تصبرون تصبرون تشوف الصباح راح يوصلك يصير مشغول انا جاي لما يفرون ايضا راح تجي راح تصبرين عشان ما يوصل اسوء برتقالي برتقالي بس شوفي ترى انا مو صبغ جبت صبغه العيش صراحه لان هذا خاف اذا طاح بالارض ما يطلع ايوه الصبغه الغوي شو صبغه العيش؟ الصبغ الالماني اوكي اخاف اجيبه هني اخاف ينزل بالارض ما يطلع هذا طبيعي ولا هذا مو طبيعي؟ هذا طبيعي اللي يحطونه على الاكل صبغه العيش صبغه العيش لكن بالله؟ اي شوف انا اجيبه شنو؟ ما لازم احط شو رمان قشر نشفينه هذا بالماء ايش كثر تخلينا على ما ينشف ما تمام قد ما ينشف هذه شبه كله من الأبطال هذا هذا يجيبونه بالجبال قبل الجبل قبل ما يشتري له الحريم شفتي الجبل الصخر يطلعونه من الصخر هذه شبكه عبادتك ها طيره هلا على النار اي على استشارته هذه شبكه تثبت اللون هذه تثبت اللون والرمان قشر الرمان اي تثبت وهذه نعم تثبت الحين راح احط له قوه
مرتاحة اي لا والله هذا هذه فور هذه من الأطفال فور هذه شنو فور؟ سلم سلم لا مو دارسين فور اسم هذه يحطونه على الشعر ترى يعني ما يضر هي تلاقيهم بالحواي تلاقيها كذا كله بالحواج هذا كل ما كثرت منها تصير كذا الحين الفوة لها لون اي طلع لون مو تثبت لها لون الحين هذا ملح ملح اي ملح الطعام اللي ناكله ليش الملح عشان شنو شلل كيمياء هذه شنو هذا ما يبارد اي هو زين اي بس هذا الملح انا حطيت شوي اقلل الليمون هاي بلومي لومي 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 عشان يتغمر اي شوي يدفي باللوم لا يشرب لو تخلينا محمد يقسم لنا هذه ياسر لو سمحت اقسمها في الماء هذا شو اسمه الوشيئة لازم تنقص البلمة كلها اي مرمي كم يقول شو هذا مرحبا تحتاجه بعد ماء يهني ولا وشو لا 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 حطها بماء هذه قسم خليه يلقاها في هذا الحين هذه سقطة العيش انا قلت اخف لكم عشان هذه الحين صبغة كيميائية. اي لان عشان اجيب لها صبغة ايش؟ أي. عشان المكان مسكر أي. وهذا هو كيميائي لا احنا نبغى نصبغ ما نصبغ مسكر. أي. ترى يضر حتى اللي يشمه. فانا جبته طبيعي احسن. الحين هذا كيماوي ولا طبيعي؟ صبغة ايش؟ شنو عيش عيش؟ صبغة عيش. عيش عيش؟ يعني اي جاس فود كالورينج صح؟ اي بالجمعية يعني اي بالجمعية. يعني اقول له بصبغه العيش وهو يعرف عرفت الزعفران مره مثل زعفران في ليكويد وفي باودر فود كالورينج اي فود كالورينج مو زعفران يعني اي مو زعفران لا زعفران غالي عصفر يكون لونه اصفر حطيت انا عليه كركم شوي ما ادري هو كذي يصبغون فيه قصده العيش شلون يسوون علم الكويت بالعيش لا هو عيش يعني يمكن خبز اكل اي او اشتري ما يسوون علم ما هذا هو اي اي محمد اشرف الحين هذول مو كفايه عشان يعطون اللون لا انطري شوي بعد عشان لا خلي بريك اب من نفسه خفش لين بابل يفوح علينا بعد هذا انا حطيت عليه ترى هو هذا عشان تخاف سبحان الله صبغة العيش ما تعطي بعد صبغ حطيت عليها كركم كركم مال العيش حطيت شوي عليه درجة نبي فوق اسكر شوي اي والله حطيت شوي ما ادري شوي ولا شغله فرحه يعني اي اسمعي ما انا اسوي هذا انا اصلا تجيبين الخرع انا ما احب النار طيب نحط بعد ماي لا خلاص عشان عادي زين هو لازم هذه اللي داخل يطلع مونتها تبغى نعلي النار لا 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 حين الحال منو بيخلط ما تبغون من الناس انا مستانسه عليه اي شوي الحين بس نخليه تطلع خلاص صورتها شوي الزبدة مالتها هل تطلع البيضة لا طلعت الزبدة بيضة نرمسه الزبدة يزبد يعني بابل الصبغ حبيبي شلون ترجم لا انا عارفه والله ما ادري قولي لهم اي لا هذا ديرم ترى هم يسبقون بالديرم ساعات سامي الديرم هذا تخلينا العاده ايش كثر انت بتصبغين يعني في عندك وقت لما تحطين كلهم مع بعض ايش كثر يقعدون يعني نص ساعه يبينها 10 دقائق لما تشوفين الصبغ ما صار اصفر اها والشبه ذابت اها
والملح ذا كل شيء ذا. منو يبي قاعد فوز؟ طيب تبين توقفين هني عشان تقربين اسئلتك ولا زينه؟ حطي ظهر حق الكاميرا. اه ولا خير اوكي انا عشان احس البسي هذا ايوه عشان تاخذين راحتك. ايوه والله ترى تبي شنو اللي هني؟ تبي هدومك عشان ايش كثر يحوسونه؟ هو لما تطلع الحين تبغى نطول عليها الحين بس لما تطلع لا لا تحسين هي الغالية خلي تطلع منها هذي أوكي شاف شنو هذا القشر هذا قشر قشر رمان أي رمان صغيره ها شوفي هذا اللي طلعت هالحين صغير شوفين هذه هذه الكنتينر هذا حق شوفي لا صارت نسيتي نرمس ما ها شوفي لما يطلع هذا شفتي هذه الرقوه هذه لا طلعت هالحين نرمس هذه الزبده اي زبد لا زبد نرمس تبين تحطينا كله ولا نص لا لا هذه وحده وشيل انا وشعتها مساء هي النار لا شلي يشترك الغزل مره واحده مره واحده عشان ما يحترق الغزل وما نخليه مخرع على النار بعدين الحين تبغون ارفع لكم تشوفونه بس ما صبغ حلو مرتقي اذا قعدتي زياده يصبغ اكثر اي بس لا خليته يبات لا بات يشله طلعه من الجدر ويخليه يعصر طلع من الجدر ولا طلع من الجدر ينشف لين ينشف مره واحده لا ينشف مره واحده بعدين يغسله مره خلينا لما ينشف ما تغسلين على طول ينشف ثاني يوم يعني يوم يومين اذا كان الجو مرطب اذا الجو حار يوم واحد نقدر نحطه برا اذا شمس اي الحين شيلينه من هنا وتحطين قصه هالشكل مو هالحين باكر يعني هذا يضل ثاني يوم هالوضعيه ما تشيلينه خلينا الثاني يوم تقولين ان محمد يجي يشيله وتحطين قصه هسيتي وتخلينها فوق لين يوشي الماء منها لا وش الماء يشيلها ويعلقها برا خلاص تبون ارفعها تشوفونها ثاني مره ولا بقول له يجيب لي الجدر ثاني مسطح ونحطه عشان يشوفونه اي يحط هالشكل قصه ويجيب هذا يحطه بس لما يبرد مره واحده هالحين لو ادري انها تاخذ بعد غزل كان حاطها الكور كله يصبغ كل ما خليتيه يصير لون اكثر ياخذ لون شو ايش كثر العاده يخلونه يعني بهالجدر ليله يبات طول الليل يضل بهالجدر مع هالغراض ثاني يوم ثاني يوم محمد ثاني يوم انت يحط اصح الشكل هذه بعدين يشيل هذا يحطه مني خلي لين يروح ماي بعدين يشربه خلص شفايته بعدين خلص ما في ما يابس حيل يابس خليه يصير بعدين جيب ماي اغسل ماي هذا داخل حوض اغسل ماي بعدين شربه ثاني مره عشان يصير نظيف من صبغ يعني عشان هذا البخار شفته هذا البخار اذا كان مصبوغ بمواد ثانيه يسوي لنا اي انا جبته انه شوي طبيعي قد ما اقدر عشان ما يذيكم ولا عندي والله صبغ هذا اللي لا طاح ما يطلع منه
يشوفون اللونه بس تبي يشوفون ما نحطه احسن بس يشوفون بس عشان يشوفونه لا ما يبي ترى شفتوا شلون اللون تغير بعدين ينظفونه من الاشياء اللي تعلق فيه ايوه تبينه هذا لونه يصير كيفك بس اذا ظل ثاني يوم يصير اقوى اللون أيوة. اذا تبينه هالشكل عادي ترى هذا اللون اذا عجبك خلص اذا هذا عجبكم حطوه الحين وخلص انا شوفه حلو خلص وكل شيء تلاقونه بالحواي بالجمعية ماكو شيء صعب يعني ماكو شيء مثلا كله سهل من البر ولا جايبينه طبيعي الكاطب تبيتها لا موجود كله طبيعي ترى حتى الصبغة اللي حطيتها كله طبيعي حتى معاها بعد كركم عشان يعطيني هذه الدرجة عشان يوفر وسام بتصور هذا عشان كذا كنت شفت عندي صبغ وما يمديني اوشع اسوي شاي احط هذا ولازم تردين تشبين النار على لا 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 خلاص عشان ما عشان يتفاعلوا كله مع بعض لان اذا فكيت اذا ولعت النار وينطبخ الخيط اذا انطبخ الخيط خلاص ما منه فايده لا ينحرق بس تسدينه وينقض لازم تكون عندك هذا يعني بس يصير اخف بس لازم يضل الجبل هذا تبين تخلينه ليه هذا نخليه عشان او اذا بتشوفون يعني عشان الفرق هو اول قطه ترى يختلف عن ثاني قطه اه صح اي لا اول قطه يعطش الحين مثل تبين انت درجات فاتح مثل ايه؟ انا بي هذا افتح منه ايه؟ انا اول قطه هذا غامج ايه؟ الثانيه افتح 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 لما يصير معك مصوفر اي ايه؟ هذه اذا تبينه مدرج اللون عرفتي شوفي ترى شوفي صبغ ترى ايه؟ بس هذا اللون يختلف ترى عن هذا ايه؟ يختلف بدرجه بسيطه بس ما صح بعدين بالنكشه تبين تبين بالنكشه الله يبارك أنا أفضل إنه يخلونه هذا ثاني يوم أحسن. خلاص نقول له. إن شاء الله عجبكم. إن شاء الله عجبكم. يعطيك العافية. يعطيك العافية. تبي أرفع هلا
بس باخذ منك شي لستة الاغراض عشان ادز لهم اياها عشان اللي يبي يشتري يذكر عشان تو الاشياء اللي حطيتيها الالوان شنو هي بس عشان اكتبها عشان ادز لهم مو مشكله بس لا يخلص خلاص هذا خليني احفظه عشان ثاني يوم لان حرام حطينا هذا الرمان هذا عشان يمس خلاص خليه لي باكر مسألة
Open. Can we, you start with us? Yeah. Hey, Yakum.